ولتسليط الضوء على ملف النزاعات العشائرية، لا سيما النزاع الأخير الذي اندلع في محافظة ذي قار، ينضم إلينا عبر الهاتف أمين سر مجلس شيوخ عشائر الثورة العراقية الدكتور يحيى السنبل. حياكم الله دكتور يحيى. الله يحييك ويبارك فيك، تحياتي لك ولمشاهدي قناة الرافدين الكرام. حياكم الله دكتور يحيى. بداية، يعني كما تعلم هناك نزاع دموي اندلع في قضاء الإصلاح بمحافظة ذي قار وأسفر عن سقوط عدد من القتلى، كيف تقرؤون هذا النزاع بداية وما هي أبعاده؟ ما جرى في قضاء الإصلاح هو نتيجة حتمية لحالة الفوضى الذي يعيشه العراق منذ عام 2003، وهناك حملات كبيرة من الذين انتموا إلى فصائل وإلى ميليشيات وإلى عصابات، كل ذلك أجج الوضع وجعل هناك سلاح هو أقوى من سلاح الدولة. هذه الفوضى الخلاقة التي رسمت أسسها أمريكا واستثمرتها إيران في المجتمع العراقي قد أوصلت الحال إلى ما أوصلت إليه في قضاء الإصلاح، وكذلك قد كانت هناك نزاعات كثيرة في محافظات البصرة والعمارة ومحافظات الأخرى، ولكن ليس هناك من تدخل للسلطة بوقف هذه الإجراءات، وإنما يتدخل هناك العقلاء والحكماء من زعماء القبائل والعشائر للوقوف إلى ذلك. أما ضعف القانون وضعف الدولة هو الذي يؤدي إلى هذه الانتهاكات وإلى هذه المعارك المستمرة بين العشائر، لأنها تعلم جيدا أن الحكومة غير قادرة على إنفاذ القانون، إضافة إلى المحسوبية والمنسوبية والسيطرة الميليشياوية لكل طرف. يعني عادة ما أو في مثل هذه النزاعات عادة على ماذا يحصل النزاع؟ يعني المعلومات الأولية تقول أن هذا النزاع لربما اندلع إلى إثر تنافس بين العشيرتين على مناصب إدارية وحكومية داخل ذي قار. هنا السؤال، ألا يوجد دور للدولة والحكومة في فض مثل هذه النزاعات بشكل ودي وبشكل سلمي؟ أنا أعتقد بأن الحكومة ضعيفة تجاه هذه العشائر التي أصبحت يعني تنتمي هذه العشائر أو شيوخها إلى ميليشيات معينة وتتنافس فيما بينها على المناصب، ومثل ما تقاتلت عشائر كثيرة على السيطرة على أراضي الدولة وعلى أملاك الدولة وحاولت أن تأخذ كل عشيرة القسم الأكبر، أصبح هناك تنافس وقتال. والآن أيضا بنفس الحالة بأن هناك من يحاول السيطرة على مواقع حكومية من أجل الكسب المال أو الكسب المادي الكبير في هذا المنصب على خلاف ذاك المنصب الذي لا يمكن أن يحصل منه على كمية كبيرة من الأموال. كل ذلك تؤجج الصراعات في ظل غياب حكومي وفي ظل غياب القانون الحقيقي الرادع لمثل هذه الأعمال، إضافة إلى عدم وجود سلطة حقيقية تقوم بعملية التوازن في ظل هذه الحكومات سواء المحلية أو غيرها التي وضعتها أمريكا، وأصبح هناك تنافس من أجل الكسب غير المشروع. لذلك هذه الخلافات حول المغانم وحول المناصب وحول المكاسب، كل ذلك يظهر بأن مجلس المحافظة الجديد أو أن مجلس النواب غير قادر على التوزيع العادل بينها، وخصوصا إذا كنا نرى بأن الدولة هي تسير بتمييز طائفي منذ عام 2003، وهناك هضم لحقوق كل المكونات الأخرى، بل هي تمارس الدولة أو ما تسمى الدولة وهي أحزاب طائفية تعمل على أسس طائفية مع المكونات الأخرى ومع الأديان الأخرى ومع على أساس عنصري وعلى أساس عرقي وعلى أساس ديني، كل ذلك ينعكس بالنتيجة
على القاعدة الجماهيرية التي الآن أصبح واضح أنها أيضا تتنافس على مقاعد في مجالس المحافظة للحصول على مكاسب ومناصب معينة تدر عليها المال العام لتقوية نفسها أو لتقوية ميليشياتها. يعني بعد مقتل مدير استخبارات مكافحة إرهاب ذي قار في النزاع الأخير، لربما تعقدت الأمور أكثر وتوعدت السلطات الحكومية بمحاسبة طرفي النزاع. برأيك ما الذي تملك حكومة السوداني فعله حتى الآن ولم تفعلها؟ هل هي بالفعل قادرة وتتقاعس، أم أن هناك لربما مشكلة لديها بحكومة السوداني بالهيكل البنيوي لهذه الحكومة ولا تستطيع ردع يعني مثل هذه التصرفات؟ هو حتما هناك خلل بنيوي أساسا في العملية السياسية برمتها من الهرم الأعلى وحتى القاعدة في هذه العملية السياسية البائسة. لذلك الحكومة السوداني عندما تتوعد باتخاذ إجراءات ولا نرى أن هناك من يلتزم بما هي تهدد، بمعنى أن هذا الكلام هو كلام فارغ وأن الحكومة غير قادرة على إنفاذ القانون. لذلك الميليشيات هي الأقوى وهي المسيطرة، وحتى إذا تم اعتقال هذا الشخص أو ذاك فهذا سوف يخرج بقوة الميليشيات أو يهرب من السجن، وأما هذا من قتل فسوف تجلس عشيرته إلى جانب هذه العشائر لتأخذ ما يسمى الودي. لذلك الحكومة هي غير قادرة إلى حد هذه الساعة من فرض القانون بشكل كبير، وهي تحاول أن تحرك بعض زعماء القبائل والعشائر الأخرى من أجل احتواء الموقف، لأنها غير قادرة من الناحية العسكرية على الفض ما بين الميليشياتين حتى وإن كانت تحت اسم عشيرة. شكرا جزيلا لك، كنت ضيفا عبر الهاتف أمين سر مجلس شيوخ عشائر الثورة العراقية دكتور يحيى السنبل، شكرا جزيلا لك.